السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معنا أخوتي في هذا الفيديو الجديد. وهذا الفيديو هنتكلم على لائحة المنتخب الوطني المغربي المحتملة للمشاركة ديالها في كأس إفريقيا للأمم 2024. هتكون واحد لائحة منوعة بين لاعبين ديال البطولة المغربية ولاعبين محترفين، ولكن لاعبين كبار صراحة. غنشوفو شحال ديال اللاعبين اللي عندهم تكوين مغربي وممكن يشاركوا في كأس إفريقيا خلال هاد اللائحة الجد محتملة بطبيعة الحال للمنتخب الوطني المغربي. سنكتشفها تباعا هذه اللائحة بطبيعة الحال، لاعب وراء لاعب. سنكتشف هذه اللائحة لاعب وراء لاعب، كما قلت لائحة منوعة. قلت بين لاعبين ينشطون في البطولة المغربية ولاعبين آخرين ينشطون في البطولات الخليجية والأوروبية. نبداو بالحارس المنير المحمدي، حارس الوحدة السعودي اللي تلات الكونترا ديالو مع فريق الوحدة وممكن يجددها. كنظن هادشي الأخبار اللي كتداول أنه فقط كيتفاهموا على ظروف مالية باش يجدوا العقدة. هذا تكوين ديالو إسباني بطبيعة الحال، كاز في فريق لومانسيا في إسبانيا وكاز كذلك من البطولة التركية. الحارس الثاني يوسف مطيع، حارس فريق الوداد البيضاوي، الحارس السابق الاتحاد البيضاوي والشباب المحمدية، من الحراس الجيدين ديال البطولة المغربية في هذا النصف الأخير ديالها، لأنه كان أحمد رضا التاكناوتي هو الحارس الأساسي بعد إصابة ديالو مع تربص المنتخب في مارس. دا يوسف مطيع هو اللي رجع الحارس الأساسي فريق الوداد البيضاوي. التكوين ديالو مغربي بطبيعه الحال. نمشيو عند ياسين بونو، حارس اشبيليا الاسباني بطبيعه الحال، بدوري التكوين ديالو مغربي، مولد كندا، حارس سابق اتلتيكو مدريد الاسباني والوداد البيضاوي. وخا ما داش الفرصه ديالو الكامله في فريق اتلتيكو مدريد، ولكن كيتسمى كاز فريق اتلتيكو مدريد، وخا ما داش الفرصه الكامله ديالو ياسين بونو بطبيعه الحال في اتلتيكو مدريد. هناك نمشيو لخط الدفاع الان، عبدو بالعميد غالم سايس لاعب البطوله التركيه اللي كان قبل منا في البطوله الانجليزيه، ممكن يخرج هذا العام من البطوله التركيه. في الاخبار اللي كتداول انه ممكن غالم سايس يخرج من البطوله التركيه، بحال الاخبار اللي كتداول. غالم سايس طبيعة الحال التكوين ديالو فرنسي كما كنعرفوه. غنمشيو عند اللاعب نايف اكريد اللي التكوين ديالو مغربي 27 سنه، لاعب وستهام الانجليزي. الموسم الاول ديالو في وستهام كان ناجح، فاز بكاس المؤتمر الاوروبي، عمل بزاف الحوايج مزيانين. الاساسيه ديالو لا تناقش في المنتخب الوطني المغربي، لاعب جيد، لاعب كبير صراحه نايف اكريد في المنتخب الوطني المغربي. هناك جواد اليامق، لاعب بلد والد اسباني تكون مغربي بطبيعه الحال، قريب الوحدة السعودي. واش من عام يمشي السعودية يحافظ على المستوى ديالو اللي عهدناه صراحة، خاصة في كأس العالم كان بديل ناجح صراحة في المونديال القطري. جود اليميق كان لاعب ممتاز صراحة، احتاجناه بزاف وجبرنا صراحة في المونديال. هناك أمين فرحان لاعب الوداد البيضاوي تكوين مغربي، ما عمرو لعب في المنتخب الوطني المغربي، ممكن تكون اول مره يلعب في منتخبات كاس افريقيا. شيء جيد جدا ان دماغ لاعب امين فرحه اللي عنده تجربه كبيره مع الوداد البيضاوي في الكؤوس الافريقيه تشامبيونز ليغ بطبيعه الحال، خاصه عنده تجربه كبيره بطبيعه الحال. نمشيو عند الظاهر الايمن، عنده فهد مفيد لاعب البطوله الكرواتيه، كان عنده تكوين برتغالي على ما اعتقد. هذا لاعب اللي انتقل هذا الصيف، كان اول لاعب في المنتخب الوطني المغربي كيعمل انتقالات الصيف من البطوله البرتغاليه الى الاقل الى البطوله الكرواتيه، لان كنعرفوا البطوله الكرواتيه ماشي شي بطوله قويه بطبيعه الحال. كنعرفوا شي فرق اسمه زاغريب ولا شي حاجه تما اللي معروف، كنظن ماشي شي حاجه. هناك اشرف حكيمي تكون اسباني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، جوج مواسم في باريس سان جيرمان، وكنظن غيدخل في الموسم الثالث لان جابوا مدرب محنك اللي هو لويس انريكي، مدرب ناجح صراحه جابته باريس سان جيرمان هذه المره، مدرب واعر بزاف صراحة جابوه باريس سان جيرمان، مدرب اللي كان خصهم شحال هادي يجيبوه باريس سان جيرمان. نمشيو للظهير الأيسر، نبداو بناصر المزراوي تكون هولندي وكيلعب في الباير ميونخ الألماني، لاعب من خيرات اللاعبين اللي عند المنتخب الوطني المغربي، وخا في الأصل هو ظهير أيمن ولكن في المنتخب الوطني المغربي كيوظفوه كظهير أيسر، ولكن هو جرامد المشكل ما عندوش، وخا كيلعب كظهير أيسر ما عندوش المشكل كاع صراحة في المنتخب الوطني المغربي. هناك يحيى عطية الله لاعب اللي عنده التكوين ديالو مغربي صراحة، لاعب الوداد البيضاوي، من اللاعبين الممتازين داخل المنتخب الوطني ومن الركائز ديال المنتخب الوطني المغربي صراحة. يحيى عطية الله من الركائز
ديال المنتخب الوطني المغربي، كان موجود في كأس العالم، كان بديل ديال المزراوي في كأس العالم بطبيعة الحال. غنمشيو خط وسط الميدان، غنمشيو عند واحد اللاعب اللي عنده تكوين هولندي وكلا في فيورنتينا الإيطالي، هو سفيان أمرابط، من اللاعبين الناجحين بطبيعة الحال داخل المنتخب الوطني المغربي. حتى الان 18 يوليوز باقي ما قدرش انه ينتقل اي فرقه، باقي حي اللاعب اللي فارق فيورنتينا الايطالي، كنظن لاعب اللي خصو شي حاجه اللي اكثر من فيورنتينا صراحه. عم تشوف واحد اللاعب اخر اللي عنده تكوين بلجيكي، بنيامين بوشواري، كما كنعرفوا بنيامين بوشواري بطبيعه الحال لاعب سانتيتيان الفرنسي، لاعب بان على مستوى كبير في المنتخب الاولمبي، منتخب اقل من 23 سنه في كاس افريقيا اللي فازوا به انذاك المنتخب الاولمبي بطبيعه الحال، بان على مستوى جيد صراحه. عم تشوف عند واحد اللاعب دائما عم بقى في التكوين البلجيكي، عند سليم امين الله، لاعب بلد الوليد الاسباني اللي كان قريب فالنسيا الاسباني، تعثرت الان، تعثرت المفاوضات كنظن بين فالنسيا وبلد الوليد. الان سليم امين الله واش غيبقى في بلد الوليد؟ النظريات وغنعرفوا انه واش غيبقى في بلد الوليد او لا. لا، لاعب مستوى كبير، لاعب اساسي في المنتخب الوطني المغربي بطبيعه الحال. عم شوف واحد اللاعب اللي عنده تكوين الماني اللي هو عبد الحميد الصابر، لاعب فيورنتينا الايطالي اللي عمل عقد مبدئي معهم في شهر يناير، وهذا العقد فعل 1 يوليو، حنا في 18 يوليو وشنا كنظن بدا في المقابلات الوديه مع فريق فيورنتينا. شيء مميز كيكون عند عبد الحميد الصابري انه انتقل لفيورنتينا، وعم بقاو نمشيو نرجعوا عاوتاني نبقاو في وسط ميدان، ورجعوا التكوين الي برجيكي عند اللاعب اللي عنده 19 سنه فقط اللي هو بلال خنوس، لاعب البطوله البلجيكيه، اللاعب اللي كيحلم انه يلعب في ريال مدريد، وحلم كنظن ليس بالصعب صراحه، ليس بالصعب الحلم. الحلم ممكن يكون بلال خنوس، ماشي صعب، ماشي حاجه اللي هي صعيبه ولا شي حاجه. وطبيعه الحال بعد بلال خنوس 19 سنه اللي مع المنتخب الاولمبي ما على واحد المستوى كبير في كاس افريقيا 29 عام، رجعوا تكون المغرب لواحد اللاعب اللي ما كانش عنده حظ انه يشارك كاس افريقيا اقل من 29 عام، المرض هو اللي ما خلاش. عبد الله حيمود 21 سنه، لاعب اللي ما عمره لعب في المنتخب الوطني، كنظن ما عمره لعب في المنتخب الوطني الاول، ممكن يكون المشاركه ديالو في المنتخب الوطني المغربي مشاركه مشرفه بطبيعه الحال. لاعب مزيان صراحه عبد الله حيمود، من اللاعبين الممتاز داخل المنظومه. هناك عبد ايمن حسوني، ايمن حسوني لاعب فريق الوداد البيضاوي، التكوين ديالو المغربي بحالو بحال حيمود، حتى هو ما عمره لعب في المنتخب الوطني المغربي. كنظن انا الحسوني صراحه لعب في المنتخب غيقدم شي حاجه اللي هي كبيره للمنتخب الوطني المغربي صراحه. ايمن الحسوني كيستحق انه يلعب للمنتخب الوطني المغربي. عم نمشيو للتكوين الهولندي عند زكريا بوخلال 23 سنه، لاعب تولوز فرنسي، كنهنئو بالمناسبه على التتويج ديالو في كاس فرنسا هذا الموسم اللي فات، وكنظن غيدخل في الموسم الثاني مع تولوز بمعنويات مرتفعه يشارك في الاوروبا ليكس. سمعنا انه مظلوم برايتون، ولكن ما عرفناش واش غيمشي او لا ما غيمشي صراحه. زكريا بوخلال اخلاق كبيره صراحه هذا اللاعب هذا. نمشيو عند اللاعب اسماعيل، اسماعيل السيباري، اسماعيل السيباري تكوين حتى هو كنظن هولندي بحالو بحال بوخلال، كنظن لاعب ايضا هو الهولندي، لاعب اللي ما عمره لعب في المنتخب الوطني الاول، ولكن في المنتخب الوطني الاولمبي صراحه برصفه كاس افريقيا اقل من 29 عام، تيتونا افضل ثاني لاعب بعد عبد الصمد الزوزوري في المنتخب الوطني المغربي. للمصادفات الجهه الجناح الايمن تكوين هولندي 100%، كذلك حكيم زياش تكوين هولندي ولاعب ثلثي الازليتي اللي خصو صراحه يخرج منها، ولكن عمل جميع السبل حكيم زياش باش يخرج من ثلثي وما خرجش حاليا، باقي هو لاعب الثلثي الانجليزي اللي هو حكيم زياش بطبيعة الحال. الان عم نمشيو للجناح الايسر، عندو لاعب اللي عنده تكوين فرنسي اللي هو سفيان بوفال، سفيان بوفال لاعب الريان القطري، مشى قطر، شفناه في مقابلة الرأس الأخضر لعب كندر حوالي 58 دقيقة، ما قدمش شي حاجة اللي هي كبيرة باش نكونو متفقين على المسألة هذه صراحة. سفيان بوفال اللي خصو متأثرش بدنيا بطبيعة الحال، حنا نشوفو الآن البطولة القطرية شحال هادي باش تسالات، وشوفو غاش عاود تاني تبدا مسألة صعبة جدا. غنمشيو للتكوين الإسباني، أنا عند عبد الصمد الزلزولي تعتزون افضل لاعب في المنتخب الوطني المغربي في كاس افريقيا اقل من 23 سنه، بان على مستوى رائع صراحه، مستوى واعر بزاف بان فيه عبد الصمد الزلزولي صراحه في كاس افريقيا اقل من 23 سنه، بان على واحد المستوى رائع جدا صراحه عبد الصمد الزلزولي. الان عم نشوف راس الحربه، عم نشوف هذا اللاعب اللي عنده تكوين مغربي اللي هو يوسف النصيري، يوسف النصيري لاعب اشبيليه الاسباني 26 سنه، كنظن مولد 1997، من اللاعبين الجيدين داخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب اللي ما كيتصنص بتاتا
الى الانتقادات بصفه نهائيه كما كنقول صراحه. اللاعب مستوى كبير صراحه يوسف النصيري. الان وصلنا 9 لاعب الان بتكوين المغرب، الان رايان ماي تكوين بلجيكي وكيلعب في البطوله المجريه. صراحه اللاعب اللي ما كانش عنده حظ انه يطلع معنا للمونديال، ولكن ممكن تتاح له الفرصه انه يشارك في كاس افريقيا مره اخرى. كان شارك كاس افريقيا اللي فات، اذا ممكن رايان ماي نشوفه في كاس افريقيا هذا اللي ما جي. بطبيعة الحال لاعب صراحة كيستاهل أنه يكون في كأس إفريقيا. بطبيعة الحال هناك عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي حاليا، واش غيتنقل واش غيبقى العلم لله. حنا في 18 يوليو هو باقي حاليا لاعب اتحاد جدة. غنشوف عبد الرزاق حمد الله اللي باقي ما عطاش شي حاجة كبيرة للمنتخب الوطني. المغرب الأندية عطا، ولكن في المنتخب باقي ما عطاش شي حاجة اللي هي كبيرة. هادشي اللي كاين.